السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. اختتام فعالية مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية ميوس وجيو بمناقشات حول صناعة النفط والغاز وتنمية الطاقة المستدامة. مطار البحرين الدولي يواصل استعداداته لاستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1. ومسرح البحرين الوطني يستضيف عرضا تعليميا موسيقيا لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتم اليوم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط النفط والغاز والعلوم الجيولوجية ميوس وجيو والذي يقام تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فعالياته التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين والأكاديميين من مختلف دول العالم، والذي جاء تحت شعار حقائق اليوم وطاقة الغد، ناقش التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق تنمية الطاقة المستدامة، حيث تم تبادل الخبرات بين الشركات والخبراء في مجال النفط والطاقة والاطلاع على المشاريع المحتملة والمواضيع المطروحة التي تعنى بالمستقبل والحاضر في المجال ذاته. هذا وقدم المؤتمر حلولا مختلفة للتحديات الراهنة لتمكن الشركات والمؤسسات من بلورة أنماطها الخاصة في مواجهتها ومواصلة التقدم والتطور في الأداء الرقمي الذي يعتبر أحد أبرز مرتكزات الصناعة في الوقت الراهن. وقد تخللت فعالية المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات حول عدة مواضيع من أهمها الجيولوجيا الإقليمية والتحليل والقدرات التكنولوجية. أعرق المؤتمرات اللي في المنطقة حصلت لها تقريبا 40 سنة، وإحنا نعقد المؤتمر ميوس وجيو في بدوة البحرين مملكة البحرين، وطبعا contributed a lot of technology على مدى السنوات اللي حصلت السابقة، وفي حلقات نقاش كثيرة يحضرها رؤساء تنفيذيين من شركات عدة وتتركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال النفط والغاز وتطوير صناعة النفط والغاز في المملكة في البحرين وفي المنطقة على شكل أوسع. المؤتمر جاء في وقت مهم لصناعة البترول والغاز، لأنه في تحديات كبيرة في هذا الوقت الراهن، فالمؤتمر يجمع مؤتمرين كانوا من قبل مؤتمرات مركزية اللي هو مؤتمر ميوس ومؤتمر جيو، وهذا يعني الترابط بين هذول المؤتمرين هو ترابط يعطي فرص أكثر، لأنه يجمع الأساسيات الموجودة في كلا الحدثين، وهذا الشيء مهم في الوقت الراهن لأنه يعطينا حلول للصعوبات التي تواجه القطاع صناعة النفط والغاز. تاح لي هذا المعرض التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في شتى دول العالم لاستخراج كميات كبيرة من الغاز والبترول بأقل تكلفة، وتبادل خبرات مع عقول رائدة بهذا المجال. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. أعلنت شركة مطار البحرين الدولي استكمال استعداداتها لاستقبال زوار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1، الذين سوف يتوافدون من جميع أنحاء العالم لحضور أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه المملكة. وتم خلال الاجتماع استعراض جميع استعدادات المطار والتي تشمل استقبال الفرق المشاركة في السباق ومئة الأطنان من المواد والمعدات التي يتم شحنها خصيصا لهذا الحدث،
ويفتتح سباق البحرين موسم سباقات الفورمولا 1 هذا العام، حيث يقام في الفترة من الثالث إلى الخامس من شهر مارس، وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها مملكة البحرين السباق الافتتاحي منذ بدء إقامة سباقات الفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية منذ العام 2004 كأول بلد في الشرق الأوسط يحتضن هذه الرياضة العريقة. استضاف مسرح البحرين الوطني عرضا تعليميا موسيقيا لأوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو الدكتور مبارك نجم في أول مبادرة من نوعها تقام بين هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة التربية والتعليم وأوركسترا البحرين الفيلهارمونية، بمشاركة ما يقارب من 900 طالب وطالبة من 25 مدرسة حكومية وخاصة في مملكة البحرين. وخلال الحفل قدمت الأوركسترا بقيادة الدكتور مبارك نجم عرضا تضمن شروحا وتوضيحات للطلبة حول البروتوكول المتبع داخل المسرح قبل وأثناء بدء العروض الموسيقية، من التقيد بأخلاقيات المكان وطريقة التجاوب الجماهيري مع عزف الأوركسترا. هذا وتعرف الطلبة بطريقة تفاعلية مبسطة على أنواع الآلات الموسيقية والأصوات المختلفة التي تصدر عنها، ويشمل ذلك الآلات الإيقاعية، الآلات الوترية، وآلات النفخ، والآلات النحاسية. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. كلية الهندسة في جامعة البحرين تنظم معرض مشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة للعام الجامعي 2022-2023. دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من البالغين 12 عاما فما فوق إلى المبادرة بأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وخصوصا الجرعات المنشطة من التطعيم بحسب التوصيات الصادرة، وذلك للحفاظ على معدلات مناعية مجتمعية عالية ضد الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 ومتحوراته. هذا تسهم الجرعة المنشطة من تطعيم فايزر بايونتك المطور في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفع معدل المناعة ضد الإصابات المتوسطة إلى الشديدة بالمرض وما يصاحبها من مضاعفات، وخصوصا الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض ممن يعانون من أمراض ضعف المناعة والأمراض المزمنة مثل داء السكري، أمراض القلب المزمنة، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأورام السرطانية والسمنة المفرطة وغيرها من أمراض نقص المناعة.
نظمت كلية الهندسة في جامعة البحرين معرض مشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة للعام الجامعي 2022-2023، وذلك تحت رعاية رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكة، وبمشاركة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم. هذا وأكد نائب رئيس جامعة البحرين البرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد قادر أن مشاريع التخرج الطلابية تعد بمثابة أولى الخطوات نحو المستقبل المهني، منوها بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الخريجين في المساهمة الفاعلة في بناء الوطن، لا سيما خريجي التخصصات الهندسية المختلفة. هذا وعرض طلبة الكلية 67 مشروع تخرج متميز في الكلية أنجزها 189 طالبا وطالبة في الفصل الأول ضمن 6 برامج أكاديمية. عقد مجلس المحرق البلدي اجتماع الاعتيادي السادس من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية السادسة 2022-2026، تم خلاله مناقشة عدد من التوصيات بشأن تطوير مدينة المحرق. واستقبل المجلس ممثلا عن مديرية أمن محافظة المحرق الذي استعرض التقييم الأمني لحدائق المحرق والتي بلغ عددها 41 حديقة. وناقش المجلس مساعي البلديات لإصدار قانون سكن العمالة الوافدة بما يضمن حقوقها الإنسانية ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية المجتمعية. وتمت مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، حيث يطالب البلديون والأهالي عامة بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، كما تم رفع عدد من التوصيات بشأن تطوير المناطق القديمة على وجه الخصوص ومتابعة ملف الاستملاكات للمصلحة العامة. أشارت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن مملكة البحرين شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الاستقرار في الأجواء مع رياح شمالية غربية قوية إلى شديدة السرعة، مصحوبة بكتلة هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تستمر الرياح الشمالية خلال اليومين القادمين على أن تتحول إلى جنوبية شرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ترتفع على إثرها درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 26 درجة مئوية. وقالت الإدارة إن خرائط الطقس تشير إلى أن المنطقة ستتأثر الأسبوع القادم بمرور منخفض جوي على شبه الجزيرة العربية والخليج العربي يسهم في تكون السحب الماطرة، وقد تتأثر بها مملكة البحرين حسب تطور السحب. وإلى صفحة الوفيات. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة بنت محمد بن غانم الرميحي، أرملة المرحوم عبد الله عبد الرحمن المناعي وأخت غانم بن محمد الرميحي وخالة عيسى بن عبد الله الخاطر وسلمان بن جاسم الرميحي وأبناء إبراهيم بن سند الفضالة وأبناء الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة وسلمان بن محمد آل خليفة وعبد الله بن محمد الخليفة. تقبل التعازي للرجال في مجلس الفضالة بقرية جو يومي الأربعاء والخميس، وللنساء في منزل المرحوم عيسى بن صالح بن هندي المناعي في المحرق. إن لله وإن إليه راجعون. نهاية البرنامج. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV أند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.